صديقي أنسي رفيقي عدتي في يوم ضيقي نعمة الله علينا صافي نور الطريق إنه آيات ربي قدره في لب قلبي وبه تصفو حياتي وله الروح تلذي رفيقي عدتي في يوم ضيقي نعمة الله علينا مصحفي نور الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأكارم في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. سعداء جدا بلقائكم في عدد جديد من برنامج مصحفي نقدمه لكم من مدينة معسكر. وسؤال عدد اليوم يقول: معركة شهيرة شهدتها ولاية معسكر إبان الثورة التحريرية المجيدة، فما هي هذه المعركة؟ ندعوكم للتعرف معنا على الإجابة الصحيحة. يرتوي قلبي أمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وش رأيكم؟ عائل باس الحمد لله. الحمد لله. أخي سؤالنا يقول: معركة شهيرة وقعت أو شهدتها منطقة معسكر إبان الثورة التحريرية المباركة، ما اسم هذه المعركة؟ قيتنق مقطع. لا خلال الثورة التحريرية. الثورة التحريرية من 54. الثورة التحريرية كان بني شقران. ماشي من المقاومة الشعبية، خلال الثورة التحريرية المباركة. الثورة التحريرية والله ما عناش صح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم، أنا في معسكر إن شاء الله. الله يسلمك ويسلم كل ناس معسكر، ربي يحفظكم إن شاء الله. يحفظكم إن شاء الله، متشرفين بكم. الله يسلمك ربي يحفظك يا أخي الكريم. طرح لك مباشرة السؤال اللي يقول: معركة شهيرة من معارك ولاية معسكر وقعت إبان الثورة التحريرية المجيدة. معركة معسكر. نعم. معركة واسمها هذه المعركة؟ قولي التاريخ وين هي؟ تاريخ سنة 1957 5 سبتمبر. معركة نافارين. نافارين هذه حدثت قبل قاع احتلال الجزائر. إجابتك خاطئة، نشكرك على المشاركة أخي الكريم. مصحفي حصن لنفس قد رأت فيه الحياة وشفاء ودواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم. الله يسلمك وشراكم. الحمد لله. الحمد لله. نطرح عليكم السؤال اللي يقول: معركة شهيرة شهدتها معسكر إبان الثورة التحريرية المجيدة، ما اسم هذه المعركة؟ فيما أظن معركة مناور، التي صارت في جبال مناور ولاية معسكر، وأين حقق الصدير المجاهدين انتصار عظيم على القوات الفرنسية. تكبدت قوات الاحتلال المستدمر الفرنسي خسائر مادية وبشرية معتبرة، يعني في صفوف الجيش الفرنسي كان فيه قتلى حوالي 650 جندي فرنسي، وكذلك الجرحى، وكذلك خسائر مادية، طائرات سقطت حوالي 6 طائرات. كانت معركة عظيمة،
هذه المنطقة ممكن إضافة كانت معروفة بواحد البطل تاريخي بوزيان القلعي، صديق معروف هذا 13 سنة الاستعمار الفرنسي يبحث عليهم، صديق ما توصلش، كان صديق مجاهد بطل، كان عندها رفاقة، كان يأخذ من المستعمر ويمد الفقراء على الشعب الجزائري خاصة فيما يخص الأراضي وغير ذلك. في الأخير تقدرت به وين واحدين باعوه استديروا وتوصلوا لي عن طريق الوشاية. نعم، ربي يرحمه ويوسع عليه ويرحم كل شهداء الجزائر، ربي يرحمه إن شاء الله ويرحم كل أبطال الجزائر إن شاء الله، نترحم عليهم جميعا يا رب. شكرا، نتمنى إن شاء الله ونسأل المولى عز وجل أنه يحفظ بلادنا الجزائر إن شاء الله يا ربي، والله يحفظ البلاد والعباد، وإن شاء الله نتمنى كل الانتصارات للوطن تاعنا، ما عندناش وطن من غير هذا الوطن إن شاء الله. ربي يحفظ الجزائر يا رب العالمين. نقدموا لك الهدايا أخي الكريم، هذا المصحف شريف برواية ورشع النافع، الله يسلمك. شكرا شكرا. كذلك الراية الوطنية من إهداء وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، الله يسلمك. وسلسلة من أمجاد الجزائر تعطيها لأبنائك يقرأوها إن شاء الله. الله يحفظك الله يحفظك. تفضل أخي. الله يزيدك الله يزيد فضلك. شكرا، يسلمك. وهذا التلفازة من إهداء ستريم. نشكر قناة القرآن الكريم على هذه الهدية اللي نعتبرها هدية كبيرة، وشكرا، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح وشكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. واش راكم؟ راكم لاباس؟ بخير الحمد لله لاباس. اولا مرحبا بكم في ولاية معسكر عاصمة الامير عبد القادر، رحبوا بالاخوة بالاخت الكريمة، مرحبا بك. شكرا لك اخي الكريم، ربي يحفظك ان شاء الله، ونترحموا على روح البطل القائد الامير عبد القادر وعلى ارواح كل شهداء الجزائر الابرار الذين حاربوا ودفعوا الغالي والنفيس في سبيل ان تحيا الجزائر حره مستقله. وسؤالنا متعلق كذلك ببطولات هذا الشعب الابي، طبعا متعلق بمعركه شهيره من معارك ولايه معسكر. ولاية معسكر باعتبارها من الولايات التاريخية المعروفة على المستوى الوطني، حيث شاركت على حيث ضحت على غرار باقي الولايات بالكثير بالنفس والنفيس. ومن أشهر المعارك على مستوى الولاية، والتي مشهورة حتى نالت حتى على مستوى الاحتراف الدولي. ومن هذه المعارك هي معركة المقطع الشهيرة، والتي تكبد فيها المستدمر كما يقال أفضح عدة خسائر. خسائر كبيرة، نعم، لكن المعركة المقصودة اللي نقصدها بسؤالنا هي معركة حدثت ولا وقعت بين فترة الثورة التحريرية المجيدة، خلال فترة الثورة التحريرية المجيدة، وتحديدا سنة 1957. في سنة 1700 وخلال الثورة التحريرية المجيدة والمباركة يوجد معركة شهيرة شهيرة جدا على مستوى معسكر، وتتمثل في معركة جبل المنور، وبالتحديد التي تقع هذه المنطقة تقع في الجهة الشرقية للولاية، والتي تكبد فيها المستدمر الفرنسي خسائر في الأرواح، حيث تمكن المجاهدون من إسقاط طائرة ست طائرات وإعطاب 17 طائرة أخرى. وفي الأرواح كذلك تكبد خسائر كبيرة، حوالي 650 جندي فرنسي، بالإضافة إلى إصابات كذلك في صفوف الجيش الفرنسي، جيش المستدمر الفرنسي. شكرا. جوابك صحيح أخي الكريم، نقولوا لك ألف مبروك وسعداء جدا لإجابتك الصحيحة. مرحبا بكم في ولاية. الله يسلمك، ربي يحفظك خويا الكريم. نقدموا لك هذا المصحف الشريف برواية ورش عن نافع من إهداء وزارة شؤون الدينية والأوقاف. الراية الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا كجزائريين من إهداء وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. تفضل. نعم، بالإضافة إلى سلسلة من أمجاد الجزائر. عندك أطفال؟ عندي أطفال. الله يبارك، ربي يحفظهم إن شاء الله، يتعرفوا على بطولات وأمجاد من ضحوا في سبيل هذا الوطن. شكرا جزيلا.
وهذا التلفازة من إهداء ستريم. شكرا على هذه الاستضافة، وثانيا مرة أخرى نرحب بكم في ولاية معسكر المذيافة، وشكرا جزيلا لكم. شكرا شكرا شكرا. معركة جبل المناورة التاريخية التي اندلعت يوم الخامس من شهر سبتمبر 1957، خطها بحروف من ذهب في سجل البطولات 200 مجاهد من فصيلتي سي محمود والسردوان بولاية معسكر، مقابل نحو 25,000 عسكري استعماري مدعمين بأسراب من الطائرات الحربية والمروحيات، حيث أسفرت هذه المعركة عن مقتل حوالي 650 عسكريا استعماريا وجرح عدد آخر، كما أسقطت فيها 6 طائرات، فيما استشهد 69 مجاهدا و10 مدنيين، وأصيب 23 مجاهدا بجروح أغلبها بفعل قذائف النابالم. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج مصحفي، نلتقي غدا بحول الله تعالى في التوقيت نفسه. تقبل الله صيامكم وقيامكم، صح فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنسي رفيقي، عدتي في يوم ضيقي، نعمة الله.